رجعناكم مقطع جديد من لعبة ريزيدنت ايفل 4 ريميك. من بعد ما كانوا قتلوني هنا انا دابا عاودت هاد مون بازوكا راه هو اللي قتلني مون داك النبله. كما كتلاحظوا هنا راه كيجيو بزاف. حاولنا نحيدو هذا بعدا بعد هنا واحد شويه كيجيو هما مجموعين. كاينين هادوك صحاب الدروع عندهم هذوك الدروع الحديديه. انا راه موجد ليهم قالوا متي يتجمع واحد شويه انا حيد فرتك ليا جوج قله زيت حتى شويه حيد زيد شكون اللي قالتين تم ما خسروش عليك الجرنيده كامل. الله زقلتو ايوا تقلبنا بالزرواطة. دابا خاصنا نحضر مع هادوك موالين النبلق اللي كاينين. وجهي حلوة الله طيرنا لي شقفتو هذا بحال الفكرون. الله الله يلا دي الكلب زين الله حي طار وطرابش ترى ايه دابا هادوك موالين النبله اللي مخزوني ليا هنا عندهم هاديك ديال العافيه هما اللي كانوا قتلوني فاللي قلت ليكم في المقطع اللي فات. واه فين الموبي كاين يش عليا من تم شوف من كاين مكيبانش وسط داك الصخر كيبان بحال الصخره كتبان لك هاديك الحموريه ديال النار جايه. ندركو بهاد الحجارة هادي انا ما يا صافي هو دابا غيبقى جاي يتابعني تاني. مشا يهبط حلو واحد جاو شي بقاش عندي في البندقية ديال الصيد منطير لي راسو من تم ساعة مكيناش هاد ساعة نواب المسدس و لاخر جاي كيتشروط عليا هنايا و جاي سير اودي تفرق معانا سير حتى سير ما هو غيدي 12 قرطاسة هادا يموت الكاد. خاصنا نتختل دابا الاخر المره الاولى راك شتو بغيت نضربو ضربني تسبق عليا هو يحيدني هو راه شو الله كمين ديس بحال الحرب ديال الكفار مع المسلمين تبارك العافية جاية في السماء. قلت والله ما بغا يطيح تطيح تطيح والله ما بغا تطيح حصا والله ما بغا يطيح تطيح اودي الله يدعينك الله بعد باب ما قتلناهم نحاول نكتشفو هاد المنطقة. عندنا قوت الدخلات هنايا ما عرفناش كل وحده فين كتادي. المهم ندور عليهم حنا كاملين راك عارفين ما نمشيو تنشطبوا الدنيا هنايا. شي راه كاين قوت الدخلات ولكن كيبان في الخريطه بانهم كيدوا البلاصه وحده يعني الهدف راه تكادت فين هابطو هذا الباب هو هداك تا سير ريحو تا سير رجع لبلاصتك تعس
لكن جايين من تحت، يعني الدورة كتجي كطلعك من الفوق، يعني بحال الجسر صغير فين كيدي. شوفوا والله هنا مسدودة، يعني التحتاني هو اللي كيدي لهاد البوابة هادي. هاو دراجة متأكدة من الواقع. صافي، ثانية هي الطريق، تحتانية هي الطريق الصحيحة. ضروري نضرب واحد الجولة هنا نشوف واشنو كاين. عمرها كتبان ها هي هي البوابة، ما كاين ما يتقشر هنا يا سير. صحاب راسي غادي ندخل شي شكل شي مصنع ولا شي حاجة. حنا باقيين غاديين في هاد الغيران هادو، فين غادي بينا هادو؟ يلا ما فين لي حنتين تشي راه كتير. لي كونتونير هنايا بحال كونترا ديال سان فرانسيسكو ولا ما عرفتش شناهي هادي. البوابة كاينة في الجهة الأخرى. وي 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 العسة كاينة هنايا، تليق معاها واحد الكورنيد هادا. ناري ما وقعتش عندي كورنيد. حاولت نجبد هادوك الكورنيدات الكبار، كانوا عندي واحد جوجيت راه بدلتهم، الآخرين مبقاوش عندي الصغارات. ضربة موفقة، ثلاثة طارق. تلك لا مصح ولا مقلب. هنا راه عندو البازوكا، تلك هو نار. عندهم الجيليات زعما فين التطيح. التطيح خلينا نشوفو الآخر. لا 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 مو البازوكا اللي قاعد تطلق عليا، كانت خاصة ضربة. كنت تطلق عليا كون قتلني. الله 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 ضيدي بيه واج. فين هي البازوكا؟ طارت. واو علاش ما عطاوناش البازوكا؟ دارولنا خاوف عامرة زعماك. ناخدوهاش حنا نضربو بيها، نمشيو نشروها ب80,000 من عند التاجر. عطاوهاش الكفابور. ايوا صافي تزيد من خرجي مشكيل. بعد غادي يضربنا، غادي يضربنا، عرفت غادي يضرب. والله مصلك كاع الدم كامل. شوف مبقايش حملت نشوف هادو كاع مشعطين، والخرين اللي مخرج تيمساح من راس. والله ما عرفت شناهو. كديلك السلاح بزاف، ديلك السلاح وديلك الدم اللي قعدت قرصك بهادوك. معرفتش شناهم، ما عدو دوك نيبان ولا معرفتش شناهم، كيخشيهم فوق يجر لك كلشي. موصلك قاع الدم ديالك يديه. شوفوا هاد البوابة اللي كانوا حاضين، واش كاين هنا؟ معرفتش كاين حتى شي حاجة زعما. صافي حاطين لينا كنز هنايا. زيد صافي كاين والو. شوفوا هاد البوابة هادي، وصلنا شي عمارة بعدا تا الخماسية بعدا قشرو بيها بعدا. هدا ميمكنش يتفتح هدا، يعني الطريق من الجهة الأخرى كيما مبينين هما. مكاين والو، هدا
كيما كيبان راه كاين في هذاك واحد الكنز كيكون معلق. هاو فين كاين سينيه، كتكون في هذاك الياقوتة ولا هذاك هاي باش كن ندمجوها مع هذاك التاج ولا اي شي حاجه كتدمج كنديروها معاها، باش ملي نبيعوها للتاجر نبيعوها بواحد الثمن اللي يجيب لك باش تعاود تصاوب هذوك الأسلحة ديالك ولا تزيد طورهم. هنا ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين والو هنا، حنا باقيين ما دخلناش لهاد المصنع واحد السيفور هنايا، كون ما شلناش دخلنا في الباب كون تقسمنا على جوج. دابا حنا دخلنا شي حاجة مبنية، ماشي هادوك الغيرين. اش كاين هنا؟ الباب هذا ما عرفناش واش غادي يتفك ضروري، هذا باين خاصو يدوز لي الكهرباء، باين خاصة الكهرباء. ممكن واحد السلوم هو اللي كاين، كاين الدخيل هذا، نشوفوا الدخل هذه ثاني فين كتعدي كتطلع الفوق. هذه محبوسة، ضروري نقلبوا كل شيء، راك عارفين خصنا نخليو حتى شي حاجه ورانا. كما كيبان لكم كاين السلم الفوق، كاين هذيك الطالعه من هذاك الدرج. نشوفوا كاع البلايص اللي كي مودو جايين تين. ايوا تبع جاي ما عندو حتى شي حاجه، هذا جاي يضربها لك بشنقه. الله ها اللي قلت لكم، هذا كي شنقو هذا كيجي يضربك قج هنا خرج لك عينيك. يا اخر نجيب لك هذيك الزرواطة عامرها سنين. اكتشفوا هاد المنطقة من الفوق، واحد السيفور شوها فين كاينة. الخزائن اش فيهم، بعد صرنا فيهم بعد العمارة ديال الخماسية. بعد بحال محطة ديال توليد الكهرباء. نرجعني راه الباب كيما كيبان ليكم، هو تفتح راه كان لوكا ولا اوبن. حط السيفور هنايا ضروري تحدو معاه، تبدا غادي تطير تصيب راسك فوق مقسوم على جوج. دابا نرجعو لهاد الباب اللي فتحنا هو اللي غادي يدخلنا مازال داخل ديال هاد المصنع هذا، ولا ما عرفتش شناهو ولا مستودع. اشلي هنا فين محبوسة؟ ما عرفتش عاطينا شي، كاع ما كتجاوب كاع. نهبطو نفتحو عليها. شي ريب هنا ضارب زنزال هنا ولا شي. ايوا هاكا هي تقادت وجهي راه منطق
يليق مع الماغنومير. الله يرضي عليك، تقل المسكين. اش كيدير لي الماغنوم؟ تقل ما فيه تاش فيه. كان عندنا المسدس العادي كون بقينا واحدين معايا اليوم، بقاو نفانتي وفي بهذاك المترقق اللي بنحاول نفتحو على اشلي. شنو هو هادشي اللي كاين هنا؟ باين هنا خاصنا اشلي باش طلع. راه فهمنا القضية كيفاش تما، كاين حد السلم فوق. قبل ما نمشيو عند اشلي بعدا نكتشفو هاد الاماكن هنا بعدا واش كاين. هادشي راه غادي مازال داخل داخل. القضية راه غادي مجبدة، وخلو واحد كيدور بشاقورة تاعو. تعال تعال هاك شايفني، يلا بغا نتختم. يشيرو بالكوشية يا سيدي، ترجعو ليكم. هي 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 جاي طيب. هذا كانت خاص صادق، دير مازال غادي للداخل. القاضية مجابدة هنا لداخل غادي. إذا هادي هي الطريق. كاين قبل ما نمشيو بعدا نمشيو عند اشلي هي الأولى. نمشيو نفتحو على اشلي. خاصة كارت، خاصة بطاقة باش تفتح. ما عندناش البطاقة. البطاقة هنا كتكون من ثلاثة، من ثلاثة النسورة ولا ما عرفتش شنو هما هادوك. إذا خاصنا نمشيو نجيبو بطاقة باش نفتحو على اشلي. القضية فيها السفيرة. باينة القضية غتكون مطرة بعد ما عطينا نجيبو هاد البطاقة، إلا هو غتكون البطاقة فشي قنت. تدير هدا فراسو الكاسك ديال السودور ولا أيوة. نو لا خرج شي زين. تش هذا ما كيتقاداوش. تريح تريح من الارض، تشري راسك متي وتفلت براسك كيما تعود ميت ديال بصح. والله ما ميت. ايوا صافي، ها هي تقادت. هادا حاجة هادي تحول عنك. الله باي شيري لك بعد الشاطه تاع الدو. في ما تستني تروح يطلق عليك من حد الباب. هادو قد ما عاودو حداو معاهم، عاودو ملي تقتلهم عاودو وقفو حداه. ينفو بدا يتركل، كمل عليه بالاردو بالسكين حي لي راسو. الطريق مسدود. ومن بعد وصلنا بعد عمارة تاع ديال البندقية ديال الصيد بعدا. دابا نمشيو نكملو الطريق. الطريق مازال غادي. القضية هنا البالي حمرين خطر. شنو هي دي مخبازة ولا شنو هي؟
ما راحت وياك بحال شي بلاصة ديال شي اوتيل ولا شي فندق ولا ما عرفتش شنو، ثلاجات مكان ديال الطبخ. غادية غادية كتولد شي من ورا شي، نروح نستقنا ما تبين الله يسيده. مكان الأزبال تا هو علي صنارة كنشارجوها. واحد الجرد، واحد الفأر نلمس منه شو قديش مرقة خبز هنا ونعطوني نقتلهم. خد طيع لي سلاح ميت كان مي أعوذ بالله. هذا مالو كانوا دايرين في الفران كانوا يطيبوا فيه ولا شي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا دايرين في الفران هذا. كنتمنى لو عجبكم المقطع ما تبخلوش على الاشتراك، ديروا لنا اعجاب، نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله مع التكمله ديال هذا.